رحمة الله، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتم بتشوفوا الفيديو بتاعي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده بقى انا بعمل معاكم فيديو جديد من نوعه، فيديو يعني انا ما توقعتش ان انا هعمل حاجه زي دي يعني على قناتي، بس الفيديو ده للتنبيه وللتحذير. فضلا يا ريت اللي يشوف الفيديو يحاول يشيره او يعمل لي لايك كتير عشان الفيديو ده يترفع، لانه مهم جدا 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 وخاص بصحه اولادنا. عايزه اقول لكم ان ان احنا امبارح اشترينا سفنجي او اليوسفي. طبعا احنا عارفين ان احنا فصل الشتاء بنحب الموالح دي، خصوصا السفنجي والبرتقال، عشان بيبقى فيهم فيتامين سي وبيعززوا جهاز المناعه، خصوصا في فتره الوباء اللي احنا فيها. فاحنا طبعا جبنا امبارح كميه من السفنجي اهي زي ما انتم شايفينها. طبعا ولا دي المنفوخه ولا المحقونه ولا اي حاجه من دي خالص، سفنجي عادي، سفنجي البلدي بتاعنا لسه، حتى مش كله بقى لونه اورنج مغدر كده، شايفين بالمنظر ده. ويبان يعني على اليوسفيه او السفنديه ان هي بص بحاله جيده جدا جدا، ما فيهاش اي حاجه خالص، تمام اهي وزي الفل. مش بنشتري طبعا من اي حد وكل الناس يعني الله يسهلها. المهم نشوف كده بقى بعد كده احنا لقينا ايه في السفنجي. امبارح طبعا بنتي قاعده جنبي بنذاكر، فجابت واحده يصفي وقلت قالت ايه تاكلها، تمام. انا خدت واحده قبليها وكلتها كده من غير ما ابص، سفنجي يا ناس سفنجي، ولا هو مثلا زي المانجا مثلا ونقوله بنقلقه منها، بس هي المانجا اللي فيها المشكلة كلها. كانوا بيقولوا المانجا السكري هي اللي بيبقى فيها الدود، اما احنا ما بنجيبهاش يعني. لا ده سفندي، انا اول مرة اشوف يعني حاجة زي دي. البنت بتفتح السفندية وبتفتح الفص كده، واذا بي دودتين، دودتين بالظبط لون الشعيرات اللي بتبقى جوه السفندي، وقعوا على السرير. البنت شافت المنظر ده واذا بذهول طبعا، وراح تفه اللي كان في بقها، ومعلش يعني لللفظ بس يعني بحكي لكم اللي حصل حرفيا. وقامت تجري من على السرير وسابت بقى دول ماشيين كده. جبت بقى منديل انا واتعاملت ولميت الدنيا، بس خلاص انا قلت له بقى ايه، قلت لبابانا مفيش سفندي هدخل البيت تاني بعد اللي حصل. هما بقى نايمين وانا قمت طبعا اصور لكم الفيديو ده لانه مهم جدا جدا جدا. بص عشان انا قلقانه كل ده طبعا هيترمي خلاص، انا كده قفلت من ناحيته. حتى وزوجي جاب يعني وفتح بعد كده قدامي، قال لي طب شوفي، طب ما فيهوش، طب مش عارفه. قلت له خلاص بص السفنجي مش هيدخل بيتنا ايه فصل الشتاء ده خالص. بص بقى انا عملت ايه، شايفين؟ انا عشان قلقانه بس انا خلاص يعني انا مش هيتاكل، بس انا قلت اشوف كده الدنيا ايه. اهو شايفين، بصوا انا فتحته، قعدت فتحت بالمقص كده بس خلاص. طالما الواحد شك وقفل من حاجه خلاص، والله العظيم اقسم بالله السفنديه ما فيها اي حاجه خالص، جميله وناشفه ولا فيها حته طريه مثلا نقوله ان هي فيها دوده عشان فيها حته طريه، بس ما بقاش في اي ضمير، ما بقاش في اي ضمير. فكل ست بيت سامعاني بتدخل حاجه زي دي في بيتها، يا ريت تبص كده كويس جدا قبل ما تدي حاجه زي دي في ايد الاطفال. الاطفال طبعا بيبقوا مش عارفين، مش واخدين بالهم، احنا كربات بيوت وكده بنبقى واخدين بالنا اكتر. فانا قلت اعمل الفيديو ده يعني من مكاني ده عشان افيد بيه كل اخواتي. والله العظيم انا من امبارح عندي صداع رهيب بسبب المنظر اللي انا شفته. انا طول حياتي يعني ما شفت المنظر ده. يمكن انا يعني مش عارف السنه اللي فاتت او اللي قبليها قالوا ان هو اللي بيبقى الكبير او المنفوخ ده هو اللي بيبقى ممكن محقون، وممكن في حاجه زي دي شفتها على النت، بس ده كان في الصين، كان صيني وبيورينا الجمال يعني تقريبا. لكن ان انا اشوفه هنا كده على الطبيعه قدامي فكان شيء صعب ومقزز جدا ومش حلو خالص خالص خالص. فالواحد خلاص الكلام ده يدل على شيء، فهو بيدل على ان خلاص مفيش ضمير، مفيش انسانيه، مفيش احساس بالبشر والمسؤوليه. الناس ما عندهاش ضمير ولا عندها اخلاق ولا عندها هقول ايه، بس الواحد والله مش عارف يقول ايه في اللي احنا بقينا فيه.
المهم كل ربة منزل كده وكل حد شافني يا ريت ينشر الفيديو ده، عشان وانا بنزله يعني كتوعية نخلي بالنا بنقدم ايه لأولادنا، ونبص كده مرة واتنين وتلاتة في الحاجة قبل ما نديها في ايد اطفالنا، لان السفندي ده مش عارفة، والله انا مش عارفة، انا كنت بموت فيه جدا مش عارفة، فانا مش هتعامل معاه حتى لو بصوا، حتى لو فتحته بالمنظر ده، انا عمالة قاعدة كده افتح فيه بالمقص زي ما انتم شايفين برضو، حتى لو انا يعني شايفاه ما فيهوش حاجة، بس انا خلاص انا قلقت خلاص منه، مش هقدر خلاص اتعامل معاه تاني، والله المستعان. ياريت 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 فضلا وليس امرا اللي عجبوا الفيديو يدوس لي لايك، وربنا يحفظ اولادنا جميعا ويحفظنا ويعدي الفترة دي على خير ويسلمنا من كل شر من كل الامراض، اللهم امين. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.